قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء، وقال بديع الزمان يمدح الصحابة ويهجو الخوارزمية ويجيبه عن قصيدة رويت له في الطعن عليهم: وكلني بالهم والكآبة طعانة لعانة سبابة للسلف الصالح والصحابة أساء سمعا فأساء جابة. تأملوا يا كبراء الشيعة لعشرة الإسلام والشريعة، أتستحل هذه الوقيعة في بيع الكفر وأهل البيعة؟ فكيف من صدق بالرسالة وقام للدين بكل آلة وأحرز الله يد العقبالة؟ ذلكم الصديق لا محالة، إمام من أجمع في السقيفة قطعا عليه أنه الخليفة. ناهيك من آثاره الشريفة في رده كيد بني حنيفة. سل الجبال الشم والبحار وسائل المنبر والمنار، واستعلم الآفاق والأقطار من أظهر الدين بها شعارا. ثم سل الفرس وبيت النار من الذي فل شب الكفار؟ هل هذه البيض من الآثار إلا لثان المصطفى في الغار؟ وسائل الإسلام من قواه وقال إذ لم تقل الأفواه، واستنجز الوعد فأوم الله من قام لما قعدوا إلا هو. ثاني النبي في سن الولادة، ثانيه في الغارة بعد العادة، ثانيه في الدعوة والشهادة، ثانيه في القبر بلا وسادة، ثانيه في منزلة الزعامة، نبوة أفضت إلى إمامة. أتأمل الجنة يا شتامة؟ ليست بمأواك ولا كرامة. إن امرأ أثنى عليه المصطفى ثم تواله الوصي المرتضى، واجتمعت على معاليه الورى، واختاره خليفة الرب العلا، واتبعته أمة الأمي، وبايعته راحة الوصي، وباسمه استسقى حيا الوسمي، مضره هجو الخوارزمي. سبحان من لم يلقم الصخر فمه ولم يعده حجرا ما أحلمه. يا نذل يا مأبون أفطرت فمه لشد ما اشتقت إليك الحطمة. إن أمير المؤمنين المرتضى وجعفر الصادق أو مسرضا، لو سمعوك بالخنا معرضا ما ادخروا عنك الحسام المنتضى. ويلك لم تنبح يا كلب القمر، ما لك يا مأبون تغتاب عمر؟ سيد من صام وحج واعتمر، صرح بإلحادك لا تمشي الخمر. يا من هجى الصديق والفاروق كيما يقيم عند قوم سوقا، نفخت يا طبل علينا بوقا، فما لك اليوم كذا موهوقا؟ إنك في الطعن على الشيخين والقدح في السيد ذي النورين، لواهن الظهر سخين العين، معترض للحين بعد الحين. هلا شغلت باستك المغلومة وهامة تحملها مشؤومة؟ هلا نهتك الوجنة الموشومة عن مشتري الخلد ببئر رومة؟ كفى من الغيبة أدنى شمة من استجاز القدح في الأئمة، ولم يعظم أمناء الأمة، فلا تلوموه ولوموا أمة. ما لك يا نذل وللزكية عائشة الراضية المرضية؟ يا ساقط الغيرة والحمية، ألم تكن للمصطفى حظية؟ من مبلغ عني الخوارزمية يخبره أن ابنه علي قد اشترينا منه لحم النية بشرط أن يفهمنا المعنية؟ يا أسد الخلوة خنزير الملا، ما لك في الحرى تقود الجملا؟ يا ذا الذي يثلبني إذا خلا، وفي الخلا أطعمه ما في الخلا. وقلت لما احتفل المضمار واحتفت الأسماع والأبصار، سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتي أم حمار.